مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم، قناة الوسيط العقاري، القناة اللي كتعلم مجال العقار مدينة الرباط وتمارا والنواحي، والقناة اللي كنحاولوا من خلالها خوتنا وحبابنا أننا نوصلكم بواقع العقار في مدن مختلفة من المملكة. كنتي داخل أرض الوطن أخي أختي المشاهد والمشاهدة، ولا خارج أرض الوطن كتبغي أنك تشاهد فيديوهات على العقار، بغيتي تقتني شقة، بغيتي تقتني منزل، بغيتي كذلك تقتني بقعة أرضية، كنحاولوا من خلال هذه القناة أننا نقصروا عليكم المسافة ونوصلكم بشقق ومنازل، يعني في مواقع اللي مختلفة بطبيعة الحال من مدينة تمارا والرباط وبطبيعة الحال كثير من المدن المغربية. وفقنا الله سبحانه وتعالى خوتنا وحبابنا، جبنا لكم هذا المنتوج هذا الرائع والمتميز، لا من حيث المساحة ديالو الجميلة وكذلك الموقع الاستراتيجي بحكم قرب ديالو للمرافق اللي يمكننا نحتاجوها في الحياة اليومية ديالو وكذلك ديالنا بطبيعة الحال، وكذلك بحكم الثمن المناسب وبحكم المرافق اللي عندنا في هذه العماره. هذه العماره فيها لاسانسور وفيها الكراج ديال السياره وكذلك ثلاثه ديال الغرف، عندنا ما عندنا جوج ديال الغرف، ثلاثه ديال الغرف، كثير من الناس كيبغيو ثلاثه ديال الغرف بحكم طبيعه الحال عدد الوليدات. هذا العقار خوتنا وحبابنا الجميل والمتميز كيتواجد في مدينه تمارا، المدينه المحبوبه، شقه رقيقيه، شقه جديده بطبيعه الحال، شقه الموقع ديالها استراتيجي والمساحه ديالها محترمه. غادي نبداو معكم ان شاء الله من المدخل الرئيسي كيف ما عودناكم، وحنا كنجولوا في الشقه الجميله نعطيكم عليها المعلومات اللي يمكن لكم انكم تسالوا عليها. هذا هو المدخل الرئيسي اعزائنا المشاهدين. على المدخل ديالنا على اليمين كنلقاو هذا المطبخ هذا اللي جاب هذه الكيفيه هذه الجميله، الباب هو هذاك على اليمين كنلقى هذا المطبخ هذا جاء بهذه الكيفيه هذه الرائعه والمتميزه، بلاكارات الفوق بلاكارات التحت، انستالاسيون تشوفوا انستالاسيون ماكينة الصابون راهم عندنا في البيونتري، عندنا البلاصه ديال الثلاجه بطبيعه الحال، وجات بهذه الكيفيه هذه الجميله كيف ما كتشاهدوا معنا بالفران بالفرنو راهو، وكيف ما قلنا راه عندنا البيونتري ديالنا وهذه ميزه بطبيعه الحال ملي كيكون عندنا بيونتري ولا البالكو افضل من يكون ما عندناش. كذلك على في الامام ديالنا كنلقاو هذا الصالون هذا اللي جاب هذه الكيفيه الجميله، مربع ما شاء الله زويون غزال فن، الصباغه ديال الخيال بطبيعه الحال، اللون ديال الصباغه مفتوح باش كيعطينا المساحه، ولا لاحظتوا ان الكثير من المقاولين دائما كيميلوا للالوان المفتوحه، شوفوا معنا حتى الجنج في الارضيه راه اللون ديالو نوعا ما مفتوح حتى هو باش كتعطينا مساحه، شوفوا معنا في البلافون قبص بنوع اللون الابيض، علاش؟ باش كتكون عندنا مساحه النظره ديال العين ملي كندخل ما كتكونش الشقه ولا الدار ما كتكونش مغموقه، كتكون فروجيه على العين، يعني كتدخل الشقه كتدخل مرتاح. هذه الالوان الفاتحه دائما نحاولوا اننا نميلوا لها لانها كتعطينا كيف ما قلنا اريحيه للعين وكتكون سامبل ما كتكونش يعني من بعد كتملها ولا هذا. الشرجم هو هذا كيف ما كتشاهد معنا جا عندنا بهذه الكيفيه، هذه جا في الوسط ديال الصالون بطبيعه الحال، الناس اخوات بطبيعه الحال كيعرفوا بان الصالون اللي كيكون الوسط اللي كتجي تفريشه كتجي زوينه ما كيكونش مايل في الجنب ولا هكا، الصالون الشرجم اللي كيكون عندنا في الوسط كيكون عندنا تفريشه ممتازه بطبيعه الحال. عندنا الصالون جا بهذه الكيفيه هذه، لونطين التلفازه راه عندنا في هذا الموقع هذا، عندنا لي سبورت كيف ما كتشاهد معنا، الريدوات راهم من نوعيه جيده، الالمنيوم كذلك، الكارلاج، يعني الشقه راه متوله وفنيونه بطبيعه الحال راه جديده، وما يمكن لك ان شاء الله تضيف حتى اضافه على هذا العقار، جيب الساك ديال الحويجات ديالك ومرحبا بك والف مرحبا، في هذا العقار هذا اللي المساحه ديالو 105 متر، كيف ما قلنا جاب ثلاثة ديال الغرف وصالون وجوج ديال الحمامات، حمام رئيسي وحمام في غرفة الوالدين، وبطبيعة الحال عندنا البيوندري في كويزين وكذلك عندنا البالكو في غرفة النوم الرئيسية. هنا عندنا سيجور كيف ما كتشاهدوا معنا خوتنا وحبابنا، إضاءة بالليد. عندنا لونطين ديال التلفازة حتى في هاد البلاصة هادي باش نجلسو ندير واحد الكليسة هنايا بطبيعة الحال تبقى التلفازة في القدام ديالنا. غرفة النوم الأولى جات بهاد الكيفية هادي، الغرف راه بثلاثة بهم عندهم البلاكارات ديالهم، بثلاثة بهم عندهم البلاكارات ديالهم، وبطبيعة الحال لونطين ديال التلفازة والشقة راها مطلة على الشارع مباشرة. الموقع ديال هاد الشقة خوتنا وحبابنا مدينة تمارا، شارع طارق بن زياد قرب إقامة الخيزوران، موقع استراتيجي قريب المرافق كاملة اللي يمكن الإنسان يحتاجها في الحياة اليومية ديالو بطبيعة الحال، لا من مواصلات لا من محلات تجارية صغيرة وكبيرة بطبيعة الحال، بطبيعة الحال قريب من الترونسبور هذا الموقع هذا، وهذا الموقع راه عنده مستقبل اللي ظاهر، مدينة تمارا علمهم مدينة تمارا راه مدينة اللي رائعة، الناس اللي بغاو يشريو في مدينة تمارا راه أحسن استثمار عندك هو الشراء في مدينة تمارا، علاش؟ لأنهم البقع دابا حاليا البقع في مدينة تمارا راهم قلالو، لأنه العقار صراحة كيتبين لنا من خلال المعاينة أن البقع الأرضية في مدينة تمارا قلالو وقلالو بزاف، وبالتالي أن الشقق
في المستقبل غادي يغلى صراحه، لان الموقع راه مطلوب والبقع قلالو، ومدينه تمارا راه ماشي شي مدينه اللي كبيره بزاف يعني، راه محدوده. هذا هو الحمام ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا خوتنا حبابنا، جاب هذه الكيفيه هذه، هذا الحمام الرئيسي. كيف ما قلت لكم بان مدينه تمارا مدينه ماشي شي مدينه اللي كبيره، وعليها الطلب كبير وكبير بزاف، لا من الجاليه المغربيه وكذلك الاخوان اللي داخل ارض الوطن، بحكم انها قريبه من مدينه الرباط. كاين الوليدات، كاين الناس اللي كيكونوا خدامين في الرباط، كاين الوليدات اللي كيكونوا كيقراو في الكليات، كاين عاود الجاليه المغربيه بحكم ان مدينه تمارا قريبه للبحر، يعني كاين واحد الطلب كبير وكبير بزاف على العقار في مدينه تمارا، والبقع ما بقاو شي بزاف. اذا العقار صراحه دابا راه نوعا ما بحال هذه الشقه هذه اللي كنشارك معكم دابا، وكيف ما قلت لكم المساحه ديالها 105 متر، هذه راه الثمن ديالها 96 مليون وقابله للتفاوض، كتواجد في الطابق الثالث، عندنا الكراج ديال السياره، عندنا لاسانسور كيهبط، عندنا حتى للسوسول، يعني شقه بهذا الجمال وبهذه الكيفيه وبهذا الثمن ان شاء الله اللي مناسب، راه مستقبلا راه غيكون الثمن اكثر واكثر بطبيعه الحال. هذا الحمام الخاص بغرفه الوالدين، جاب هذه الكيفيه هذه، شقه نقيه، شقه زويونه، شقه فنيونه وجديده بطبيعه الحال. وكيف ما قلت لكم راه عندنا المرافق ديالنا جات في الطابق الثالث مع وجود المصعد، بطبيعه الحال عندنا المصعد ديالنا، وكذلك عندنا الكراج ديال السياره، وكذلك عندنا خمسه ديال الشقق في كل ايطاج في هذا العقار هذا، اللي كيف ما قلت لكم راه قريب للمرافق كامله اللي يمكن لنا نحتاجوها في الحياه اليوميه ديالنا. للتذكير خوتنا وحبابنا، هذا العقار هذا راه كيتواجد في مدينه تماره، مدينه جميله. حاولت انني من خلال هذا الفيديو هذا نعطيكم معلومات بطبيعه الحال على هذه الشقه هذه، يعني جميع التفاصيل كانكم جيتوا شفتوا المنتوج مباشره. وبطبيعه الحال اللي بغى يدير شي زياره ميدانيه ما عليه الا يتصل بنا عبر ارقام الهاتف اللي كتبان في الشاشه، حنا بطبيعه الحال دورنا نجيبوا حتى لهذا العقار هذا اللي اكيد ان شاء الله غادي ينال اعجابكم. الثمن ديال 96 مليون، المساحه ديال 105 متر، 96 مليون قابله للتفاوض ان شاء الله، اتصلوا بنا ان شاء الله، هذا المنتوج هذا غادي يعجبكم اكيد. قناتكم قناه الوسيط العقاري، اللي كيف ما قلنا دائما وكنعاودوا لكم اننا كنحاولوا من خلالها نوصلكم بواقع العقار في مدن مختلفه، وبطبيعه الحال نتوما كتكونوا في المنازل ديالكم ولا في الخدمه ديالكم ولا في يعني خارج ارض الوطن، كنحاولوا اننا نجيبوا لكم بحال هذه المنتوجات اللي تشوفوها. وبطبيعه الحال كثير من الاخوه اللي شراوا عن طريقنا بطبيعه الحال، والحمد لله الامور بخير وعلى خير، وبطبيعه الحال دائما التالق. وبطبيعه الحال اذا بغيتونا يكون عندنا المزيد من التالق وبطبيعه الحال الاجتهاد، حاولوا انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يكون واحد التحفيز لينا بطبيعه الحال، باش نبدلوا المزيد والمزيد ان شاء الله، باش ان شاء الله نجيبوا لكم منتوجات اللي كترضيكم. خوتنا احبابنا ما بقى لي الا نودعكم، ربي يحفظكم، ما كنسخاش بكم، كنكون فرحان جدا انني نتواصل معكم لا في المكالمات بطبيعه الحال، اي استفسار اي اخ بغى يستفسر بطبيعه الحال يتصل بنا، يتصل بنا بطبيعه الحال في اوقات العمل ماشي بالليل، اوقات العمل ومرحبا به والف مرحبا. خوتنا احبابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.